تاني سؤال حضرتك، احنا عندنا جارة مؤذية جدا، جارة مؤذية. جارة مؤذية ايه يعني بتقعد تتخانق مع الناس كلها وبتتخانق معانا واحنا في حالنا، يعني احنا ملناش دعوة بيها، ايه الحمد لله. فهي يعني ساكنة فوقينا. مشكلة. هي ساكنة فوقينا ومؤذية جدا، ما مش بتعمل احترام للجيرة ابدا. طيب احنا بندعي ربنا عليها، يعني لا يعني هي صح. الفكرة ان احنا مش يعني هي بسبب كتر المشاكل اللي هي بتعملها معانا احنا مش بنكلمها ولا بنقول لها السلام عليكم، ملناش علاقة بيها خالص، ده حرام علينا. ألقي السلام وفقط. اقول السلام يعني هي زيانة وهي متكبرة ومتكبرة جدا يعني. والله أنا أنصح بكده، لكن لي نصيحة ثانية، بس ما أعرفش هي في حجمكم ولا أكبر من حجمكم. نترك هذا المنزل وننتقل لمنزل بجوار ناس صالحين. عندي مشكلة السكن في ال... بس أنتم في القاهرة يعني في القليوبية يعني فلاحين لسه ما زلتم، إلا إذا كنتم من بنها يعني. لا لا مش بيوت عائلات، احنا مساكن الدولة. ما هي المشكلة في كده، لو مكانك تنتقل خير وبركة. مشكلة مساكن الدولة، وننصح إخواننا الذين يشترون من مساكن الدولة هذه ومن التجمعات السكنية الجديدة، مثلا مثل الأكتوبر، دمياط الجديدة، مش عارف الأماكن الجديدة هذه، أن ينتقوا انتقاء انتقاء أثناء الشراء. لأن مثلا هذه المدن الجديدة، مثلا دمياط الجديدة، العبور، غيرها، أكثر أهل هذه البلاد يفدون إليها. فتجد واحد مثلا من بلدة طيبة وآخر من بلدة شريرة وآخر يهود نصراني وآخر فاسق وآخر هرباء قاتل وهارب إلى هذه البلدة، فتجد العمارة الواحدة فيها مشيج من الأخلاقيات المتنوعة المختلفة. ولذلك لا ننصح أبدا بسكن هذه البلاد إلا إذا تأكدت أن المكان آمن ومطمئن، والجيرة جيرة طيبة. لا هي لا أذية، هي تجمع. بتعمل مشاكل مع الناس كلها، ما مش أنا بجيب لك حل جذري، الحل الجذري كي تستريحي، كما قال العالم لمن قتل 100 نفس، أرضك أرض سوء، اترك هذا بالأرض كذا، فين قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. حل يعني. لكن إن أبيتي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حتى لو هي يعني متكبر، يعني هي متكبر يعني متعدي مش بتسلم علينا ووصلنا بقرف وكده. تبص لك بقرف، بص لها أنت السلام عليكم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي أحسن. طب لو انا نفسي شايله من جوه انا مش قادره ان انا اسامحها، يا لان بنت أنا بنصحك بنصيحة ولا هتضربك تاني يوم. الآن بتبص لك بصة باشمئزاز، نظرة باشمئزاز، لكن لو تركت السلام ممكن تضربك. لا مش قصدي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عبد الرحمن مال هذا الجهاز؟ السلام عليكم. مال الحقيقة خربان يا عبد الرحمن، الله يسامحك يا عبد الرحمن. خلينا. السلام عليكم.